طبعا الكل يعلم ان اي متوفى، اي عوائل ذوي المتوفى الشهداء او المدنيين يراجعون دوائر الطب العدلي في مدينة الموصل وكذلك المحكمة من اجل الاستحصال على تأييد لاصدار شهادة وفاة. طبعا هذا التأييد يكون مرفق بكتاب الى دائرة الامن الوطني ودائرة استخبارات نينوى، لكن هذا أدى إلى أن يكون هناك تأخر في إنجاز المعاملات وإرباك للمواطنين الذين يراجعون أكثر من دائرة وهي الطب العدلي أو صحة نينوى أو المحاكم. اليوم تم الاتفاق مع السيد مدير الأمن الوطني وتم الاتفاق مع السيد استخبارات نينوى مشهورين بأن يتم إلغاء حقل الطب العدلي، فكل المواطنين الذين يرغمون استحصال شهادات الوفاة يمكنهم مراجعة فقط محاكم نينوى التي هي بدورها ترسل الكتاب إلى الأمن الوطني وإلى استخبارات نينوى من أجل استحصال قرار قضائي لإصدار شهادة الوفاة التي من الممكن أن يتم اعتمادها لدائرة صحة نينوى كحكم قضائي لإصدار شهادة الوفاة. فباسم مجلس قضاء الموصل نتقدم بالشكر الجزيل لدائرة الأمن الوطني والسيد مدير دائرة الأمن الوطني والسيد مدير استخبارات نينوى.